حكمت ماتشات كتير للاهلي وطبعا في وجود نجمها محمد ابو تريكه طبعا. ومعروف شويه عن ابو تريكه انه اوقات بيتحايل شويه على التحكيم. بص ابو تريكه موهبه عاليه جدا تمام. انا هحكي لك قصه هتبقى مفاجاه شويه. بلعب ماتش الاهلي وبتروجيت في استاد السويس، والماتش ده يا احمد اول مباراه يلعبها اسلام الشاطر مع بتروجيت بعد ما ساب الاهلي. النادي الاهلي كره اتلعبت، احمد فتحي شاطها جت جول تمام، بس اسلام الشاطر شال الكره بايده من جوه الجول. طالما ان الكره عدت خط المرمى من كمان تحت الرادار الكره جول، فانا ببص كان شريف صلاح مساعد الحكم ببص له كده اداني كده جول، فصفرت جول تمام، لان هي كره صعبه شويه انا شايف انها عدت الخط تمام. حاجه تانية لو ما حسبتش الكره دي تعمل ايه، هتبقى ركله جزاء وترد مين اسلام الشاطر، ده لو ما عدتش، بس انا شايفها عدت. المهم انا اديت جول وبرجع بظهري كده لقيت ايه ابو تريكه جاي لي جري بيقول لك كابتن سمير الكره ما عدتش جول، الكره ما عدتش، ده اسلام الشاطر شالها من على الجول. فانا استغربت ده جول للاهلي وانت فريقك الاهلي، فقلت له لا لا انا شايفها كويس. راح احمد فتحي جه جنبي كده ومصدر، قلت له بقول لك يا احمد هي الكره عدت ولا لا؟ قال لي والله العظيم عدت يا كابتن. قال لي في ايه؟ قلت له ابو تريكه بيقول كذا كذا كذا. قال لي يا ابني ليه؟ عشان عاوز يلعب على الهداف. ليه بقى؟ انت تحسب ركله جزاء مين هيشوط؟ هو ابو تريكه يبقى هداف. ابو تريكه دماغه كبير كبير كبير.